منذ سنوات عديدة يقيم الغريب مائدة إفطار كل يوم من أيام الشهر الفضيل للفقراء وأصحاب الدخل المحدود. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي. على الموعد كما في كل عام خدمة للفقراء وأصحاب الدخل المحدود في مدينة السماوة، تقيم عائلة آل غريب وعلى الهواء مباشرة مائدة الإفطار الجماعي بمختلف الأكلات في أبهى أشكال التكافل والتراحم الاجتماعي لأبناء المدينة، إرث إنساني راسخ اعتادته هذه العائلة طوال الشهر الكريم لسنوات عديدة. قاعد نقدم أفضل المأكولات وبشكل مختلف يومية شكل، وتقديرا من للجاي اللي هو الفقير والصايم، ويعني واجب علينا هسه اليوم تقديمنا برياني دجاج وصمون وروضة واللبن وهكذا. بالنسبة لي أنا طباخ، يوم أقدم منهم برياني لحم، برياني دجاج، مطبق باقي اللي تمن ومرق فاصوليا، تمن ولحم، كبة، طرشانة، اللي موجود عندنا نقدر عليه نساعد الفقراء اللي تجي الناس اللي هنا ما تلحق تفطر تجي هنا تفطر يمنا. المبادرة هذه قبلت بالشكر والثناء من قبل أبناء المدينة الذين أكدوا مواظبتهم يوميا للإفطار هنا على هذه المائدة التي تمثل الصورة الإنسانية للتعاون والتكافل. أنا شغل هنا قريب من هاي الحسينية، وهاي الحسينية من قبل أجدادنا هي سفرة ممدودة لها للسماء وقت الإفطار، تجي العالم تفطر هنا. هي هاي للفقراء أساسا، يعني للفقير حتى ماكو فرق، أنه ما يحس أنه أكو فرق ويحس أنه هو مظلوم، لا يحس أنه الناس كلها سواسية وإن شاء الله على مائدة واحدة. وتحرص العائلات في المثنى على إقامة هكذا مبادرات إنسانية من موائد إفطار جماعية وتوزيع سلات غذائية خلال أيام الشهر الفضيل، إيماناً منهم بأن رسائل الخير في شهر رمضان أكثر من أن تحصى بالأجر والمغفرة. من المثنى نجم الحميد، الفلوجة الفضائية.